مشاهدينا الكرام من ملعب بلدية لاروزاليدا، تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق للتواصل معكم عبر هذا اللقاء. لحظات تفصلنا عن هذه المباراة في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني، حيث سيكون المرينج ريال مدريد في مواجهة الكتالوني برشلونة. علامة بأن نشاهد مباراة كبيرة بين الفريقين، ثلاث نقاط مهمة، البداية السريعة، الدخول القوي لأجواء المباراة راح يكون له عامل حاسم في هذا اللقاء. اليوم مواجهة خاصة في أرضية الملعب بوجود توني كروس في مقابل الأسطورة ليونيل ميسي. توني كروس هو لاعب عنده مهارة كبيرة بالكرة، والجماهير تستمتع كثيرا عندما تكون الكرة بين أقدامه، لأنه دائما ما يأتي بأشياء جديدة. أما ليونيل ميسي فهو لاعب يمتلك حس تهديفي وقدرة على تسجيل من أي مكان وفي كل فرصة بمهارة عالية جدا واستثنائية لهذا اللاعب. توني هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم، والفريق سيلعب بأسلوب 4-3-3 بمهاجم وهمي. ولا مع تشكيلة فريق البارسا في مباراة اليوم، مباراة تقدر تقول هجومية باعتماد 4-3-3 كأسلوب لعب، واضح انه راح يفضل اللعب بمهاجم وهمي. الآن ينطلق الكلاسيكو لتبدأ نبضات القلوب في التسارع في قمة كلاسيكية بين ريال مدريد وبرشلونة. ماركو أسينسيو بتروح إلى لوكا، خطأ وركلة حرة في وقت مبكر جدا. ديونغ ملعوبة إلى ديونغ، انطلاقة كانت خاطئة من اللاعب، تسلل واضح في اللقطة. كان عليه الانتظار قبل ان ينطلق حتى يتفادى الوقوع في هذه المصيدة. تمريرة على طرف الملعب، بنزيما تصل الكرة لتوني كروس، فينيسيوس تشتيجن يبعدها لكن ما زالت خطيرة. كاسيميرو، فينيسيوس، تبادل التمريرات امام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. كانت تلك الفرصة لكي نشاهد هدفا اولا في هذه المباراة، ضاعت الفرصة بتألق حارس المرمى. أسينسيو، فرصة هدف الان عند كروس، ينجح في استخلاص الكرة في الوقت المناسب. ليونيل ميسي، جوردي ألبا، أنطوان غريزمان، الآن عند دي يونغ، بالتأكيد راح نشوف مباراة كبيرة اليوم، صعبة جدا على برشلونة وعليه بأن يكون في أفضل مستوياته حتى يحقق الفوز في هذا اللقاء. ماركو أسينسيو، كرة تصل لتوني كروس بكل هدوء، الفريق يتناقل الكرة من لمسة إلى لمسة، الكرة من قدم إلى أخرى بكل سلاسة، محاولة لخلخلة الدفاع وإيجاد ثغرة. ليونيل ميسي، تمريرة ميسي لا تمر. ليونيل ميسي، الحكم يطلق صافرته معلنا عن خطأ في مكان خطير جدا. كرة في مكان مفضل بالنسبة للأسطورة ليونيل ميسي، ونعرف قدراته على التسجيل من هذه الكرات.
هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. توني كروس كاسيميرو، ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن. جوردي ألبا، الكرة تصل لغريزمان، هجوم من برشلونة. آخر من لمس الكرة كان المدافع، وبالتالي ضربة ركنية، إعادة هدف التقدم في النتيجة. تابع هذه اللقطة التي اصطدمت بخشبات المرمى في المرة الأولى، لكن بمتابعة ناجحة استقرت بعد ذلك في الشباك. العرضية بدون خطورة في النهاية. ديونغ، ملعوبة إلى ديونغ. برشلونة وفريقه يفقد الكرة. بيرلا ميندي، كروس يحاول أن يكون أكثر قوة هجومية. هدوء كبير في الملعب وفي بناء الهجمة بالرغم من التأخر في النتيجة. فينيسيوس، فرصة متاحة للعب العرضية. مينتي يهدي المنافس الكرة. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. نقل الكرة لازم يكون بشكل أسرع لاستغلال الكرة المرتدة. بيرلا ميندي، تفوق واضح لريال مدريد في أرقام الاستحواذ في هذه المباراة، لكن رغم هذا الاستحواذ الكبير الفريق غير قادر على اختراق الدفاع، غير قادر على خلق فرص خطيرة على المرمى. ربما ذلك سبب أزمة للفريق وسبب تأخره في النتيجة، بحاجة لأن يكون رتم أسرع في الملعب. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. كاسيميرو الآن مع مودريتش، يعرف كيف يمر الكرات. الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. جوردي ألبا، التأخر في النتيجة في الشوط الأول يجعل مدرب الفريق يفكر في حلول أخرى في محاولة لتعديل النتيجة. هناك شوط ثاني أمام ريال مدريد حتى يعود، ومن الممكن بالتأكيد أن يعدل قبل نهاية الشوط الأول. الأمر يتطلب بعض التعديلات في الرسم، في الخطة، في الطريقة اللي يلعب فيها الفريق في هذه المباراة. ليس من المعقول بأن يستمر بهذا الأداء. دفاع ككتلة واحدة من الخلف دون الدفاع للأمام. فرانكي ديونغ، لعبة قوية، الكرة بتروح لحارس المرمى. إذن دقيقة واحدة محتسبة كوقت بديل. سيرجيو بوسكيتس، صافرة الحكم توني الشوط الأول 1-0. شوط أول رائع من برشلونة وتقدم مستحق في النتيجة، والآن سنشاهد ماذا سيقدم في الشوط الثاني. تمريرة بعد الأخرى، وفي كل مرة إتقان شديد جدا. بينية تمر من الدفاع. توني كروس، كرة عند كاسيميرو. رمية تماس الآن. أنطوان غريزمان، ليو ميسي،
فرانكي ديونغ بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. هجمة مع ريال مدريد. كاسيميرو ملعوبة إلى كاسيميرو، تصل إلى كاسيميرو، لوكا مودريتش افتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. بالنسبة لمستوى ديمبلي في شوط المباراة الأول سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف تقدم في الشوط الأول، معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. بيرلا ميندي تصل إلى كاسيميرو، كاسيميرو ماركو أسينسيو بينية فيها خطورة، رأسية بعيدة عن المرمى، افتقدت للدقة، لم يكن فيها التوجيه المناسب، الكرة تحتاج بالتأكيد إلى تمرين أكبر من اللاعبين. واضح أن قادم اللحظات ممكن نشاهد تغيير من جانب المدرب. جيرارد بيكي ملعوبة إلى دي يونغ. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، متبقي فقط 30 دقيقة. سيرجيو بوسكيتس كرة خطرة مع بيانيتش، لابد أن يتصرف. يا الله ركلة الجزاء، حكم المباراة يحتسب هذا الخطأ، إذا تم استغلالها استغلال مثالي ستعمق الجراح ورح يكون من المستحيل العودة. أوهو ركلة الجزاء لكن لم يشر إلى أي كرت في اللقطة الماضية. واضح المدرب راح يستعين بواحد من هؤلاء. ضربة جزاء تنفذ بنجاح، هدف يأتي. نشوف إعادة الهدف ونشوف تسديد ركلة الجزاء بثقة كبيرة في الزاوية العلوية. الله على روعة التنفيذ والمهارة الكبيرة في التنفيذ. هدف يوزع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تبديل منتظر في قادم اللحظات. كرة إلى خارج الملعب من تماس. زيدان يقوم بالتغيير في هذه اللحظات، التبديل بخروج اللاعب ماركو أسينسيو والذي سيدخل مكان الخطير هازارد. اللاعب السريع المهاري ممتاز في الاختراقات في خلق المساحات، لاعب اللي عنده قدرة على صناعة الفارق. ليونيل ميسي سيرجيو راموس ملعوبة إلى راموس، ملعوبة إلى كاسيميرو، كريم بنزيما كاسيميرو انطلاقة هجومية لريال مدريد. حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. كرة إلى خارج الملعب والحكم يحتسبها ركنية. ركنية إلى داخل المنطقة، ركنية ستصل يد حارس المرمى. بيانيتش ليونيل ميسي الآن عند دي يونغ. بيانيتش إبعاد الكرة من جانب الفريق الخصم، ملعوبة ناحية بنزيما إلى رائعة للكرة والدفاع في الوقت المناسب.
فرض السيطرة، استعراض العضلات، إظهار القوة، نتيجة عريضة للفريق، كل شيء واضح هنا في هذه المباراة. برشلونة يبدع ويمتع ويقنع الجميع ويستحق هذه النتيجة وهذا التقدم. الأداء المثالي الكبير حتى الآن يسعد به العشاق، حسم الأمور، جماهير تتمنى بأن لا تنتهي هذه المباراة. برشلونة يستعيد الكرة 10 دقائق ويطلق الحكم صفرة نهاية المباراة. أنطوان غريزمان، سيرجيو بوسكيتس، كرة بينية عالية، ليونيل ميسي، دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. كليمان لانكلي، الآن عند دي يونغ، ليونيل ميسي، بينية ملعوبة بشكل ممتاز، الله على النظرة، مستحيل الكرة، تصدي وتألق غير عادي من كورتوا، كرة هدف من هذه المسافة لكن ضاعت، لكن أبعدها. إذا ليو ميسي يترك أرضية الملعب للتبديل، اللي قدم مباراة جيدة واللي قدر يسجل هدف من علامة الجزاء واللي كان قريب من تسجيل هدف ثاني، لكن العارضة تدخلت في اللقطة، أعتقد بأنه راح يكون راضي عن أدائه خاصة بأن فريقه يتقدم. كريم بنزيما، اعتراض ناجح لكرة مودريتش، رافائيل فاران يبعد هذه اللقطة، الحكم بيضيف دقيقتين إلى عمر المباراة. سيرجيو راموس، كريم بنزيما، إيدن هازارد، تدخل يبعد الكرة، صافرة النهاية، ريال مدريد يخسر هذه المباراة. الخسارة هي الخسارة، حتى لو لم تكن بفارق كبير يظل تأثيرها سيء وتحتاج لعمل من مدرب يتجاوزها.